أكلتنا لليوم أكلة كتير دسمة وكتير طيبة طلعت. هي أول مرة بشوفها وهي أول مرة بطبخها وهي أول مرة بنظفها، بس فعلا أكلت كتير وقت بس تستاهل. منجيب المقادم، هي الأكلة فتة مقادم، نقصها من حن ما شفته بين الضفرين، ومنشيل كيس الشعر الموجود قد ما كانت منظفة إلا ما يكون فيها هذا الكيس، لأنه ما بيشقوها هنن برا، فمنشقها ومننظفها ومنحكها بالسكينة حك لحتى إذا لسه في شي وبر نشيله. كمان برجع بحفها بالسيفة، هي الخضرة هي آسية هيك ليفة نظيفة، طبعا ما تكون مستعملة قبل بوقت أبدا، وبنغسلها بمي باردة لتصير المي بيضة، بعدين بنقع بليمون معلقة سكر ومعلقة خل وبنقعهم، بعدين بشيلهم بنشفهم كتير منيح، وبجيب بطاطاي بحط لها ملح وطحين وبفركهم فيها. هاي تابعوني بالجزء الثاني. وهيك بنفركها بالبطاطا والطحين لحتى اذا في اي وبر كمان يروح. هلا اللي انا جايبتها من عنده هو حارقه ومنظفها بعد ما نحارقها. هلا في كان شوي علامات محل ما انا محروقه، نظفتها رديت انا وقت ساويتها، فصارت بتشهي يعني فعلا مثل الثلج الابيض، كتير كتير ظريفه. بحطهم بالطنجره، بحط لهم مي عاديه وبنتظر لحتى تغلي المي، برفعهم من المي، بغسل الطنجره، كب المي تبعهم طبعا، وبرجع بغسلهم هنن كمان، وبعدين بحطهم، بحط لهم مي سخنه حصرا هالمره، وبحط لهم البهارات اللي كتبت لكم اياهم، وبضغطهم بالبيستو مده ساعه كامله من الوقت. وبهالوقت هذا بحضر الفته، يعني بقص الخبز وبحطهم بالفرن لحتى يتحمصوا، وبغسل الرز من بحضره مشان اطبخه، بدي اقول له سنتهم لاطبخهم عليه. بطبخ الرز مثل العاده، سمنه زيت يلي بدكم اياه، وبقلي شويه الثوم اللي دقيتهم بيعطيها ريحه ونكهه كتير طيبه للرز، وبحط ورقه الغار والقرفه وبطبخ الرز مثل العاده. فتحت علبة حمص لأنه شفت إنه في ناس عاملينها بحمص، قلت بدي أجربها هيك. بغليها على النار وبشيل القشر منها. هاي البدوة حطيت لكم عياراتها، وبحط لها مي من مية المقادم. أنا بسوريا حتى اللحمة ما كنت توقع، كيف هون عم باكل هاي القصص ما بعرف، بس فعلا كتير طيبة عن جد، يلي بيحب يجربها ما بتندموا. بتتعب وبتعذب كتير، بس فعلا كتير كتير طيبة. وبهون بعدين بس نشيلهم نهنهين يعني رايحين نيفة، شوفوا العظمة عم تطلع لحالها. هلا بنبني الفتة مثل ما منحب، مثل ما انتم بتحبوا. انا حطيت الخبز مع شوية مي والرز والحمص والمقادم، قليتهم بالصنوبر وعوافة، والف هنا على قلبكم.